يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالشرك في الإرادات والنيات؟ الرياء، أن تصلي وأن تريد أن يمدحك اللي يراك، زين صلاتك، زين صوتك لأجل يمدح بجودة الصوت أو بالطمأنينة في الصلاة أو ما أشبه، تتصدق من أجل أن يقال هو جواد، تجاهد في سبيل الله من أجل أن يقال هو شجاع وما أشبه ذلك. الرياء والعياذ بالله هذا يبطل العمل الذي خالطه، وهو شرك، هو من أنواع الشرك الأصغر. نعم.